أيدي جديدة صوت العدالة، مرحبا بكم في هذا اللقاء، يعني لقاء مع واحد من الأبطال، واحد من الناس اللي بسمو ديرة الكفاح في الصحراء المغربية. اليوم نحن نخلد مع الشعب المغربي ذكرى المسيرة الخضراء. لا بد أن صوت العدالة ارتأت إلا أن تبحث عن أحد الجنود المغاور، واحد من صناع هذه الملحمة. يعني الاسم الاسم محمد علي الكنية النويب، محمد علي ولد بشير عبد الله من وليد مواليد عوين التركز، قابل التركز، عمال تسزاك. يعني كنت انسان عيش في البوادي في الصحراء المغربيه، بعدها جات المسيره وانخرط فيها 75 يعني. الحمد لله رجعت المسيره بسلام، الله يرحم الحسن الثاني اللي نادى بها ولبات لها 350 ألف مغربي، وكلها بالقرآن العظيم، وكلها بإيمانها الراسخ على صح على الصحراء. وجمع مولانا شملنا مع أخوتنا الصحراويين في العيون والداخل والجدور والصمارة وذاك كامل، والحمد لله بعدين انخرط في القوات المساعدة ما يسمى بالوحدات، وكنت ديطاشي مع التدخل السريع ديال طروازيام راجمة في منطقة الزاك، وقعت في الأسر يوم 15 في عملية بطولية في 15 في شهر 9 79، 15 في شهر 9 79. وقعدت أنا ذاك في ذاك اللي دارنا فيه مولانا من العذاب ومن الويلات ومن المشقات، ولكن احنا خدامين كنا نحرقوا الجير وكنا نقطعوا الحطب وكنا يعني ندخلوا الجير الكوشة حامية والقواديم والحطب والزرب والتكرفيص والخدمة ديال العجنة والبريك والبط، ذاك الشيء اللي جبرناه الحمد لله من أجل الوطن. وحنا مغاربة أحرار ودلنا عملية بطولية يوم 17 في شهر 12 83، وقبضنا المجموعة اللي كانت عساسة علينا 6 جنود من جبهة البوليساريو بسلاحهم. كنا احنا 12 واحد من المغاربة، وكنا من القبائل الصحراوية، كنا من هاي المنطقة ديال جهة قلميم وادنون، كلنا اثنين من تركز، اثنين من نيتوسة، اثنين من يقوت، اثنين من نيت الحسن، اثنين من نيت ياسين، واحد من الرقيبات، واحد من أزوافيط، احنا 12 واحد. ودرنا هاي العملية الحمد لله البطولية ودخلنا، ولكن الصوت ديالنا ما لحق السقف. كلمنا شويه على العمليه البطوليه. درنا هاي العمليه البطوليه ودخلنا الحمد لله لارض الوطن. ومن بعد كيفاش دخلتوا؟ يعني شحال ديال التنفيذ، شحال عامين ديال التخطيط وحنا نخطوا باش نقبضوا هاد الناس، ما مساهلين. ولكن النهار اللي قبضناهم قعدنا مكتفينهم 4 ايام. علاش مكتفينهم 4 ايام قاعدين عندهم؟ لان ما جبرنا فاش نجوا. الحماده ما تقد جهه، على رايك من الحماده داخل ارض المغرب. الحماده هي ينقال لها الحمادة أحمادة، يعني مشقة في المشي ديالها وفي الحمان وفي الحر، وما فيها الجبال، أرض فطوط وين ما مشيت تبان. الناس عندهم الطيوطات وعندهم الحديد، ولكن احنا بإيماننا القوي بقضيتنا الصحراء مغربية صمدنا وبقينا قاعدين 4 ايام حتى جات هذه لاندروفير وقبضناها الحمد لله. جاوا فيها جوج الناس وقبضنا، جبنا اللي بغينا وخلينا اللي بغينا، وجبنا السناح وجبنا الذاخره ودخلنا لارض الوطن، وفرحوا بنا الحمد لله المغاربه. ولكن احنا الحال ذاك نطالبوا اعلنا هذه العمليه ما قد جبرنا حد يعطيها تاريخ باش تبقى تقر في الاجيال المغربيه وتبقى تتورخ في تاريخ ديال المملكه المغربيه. وحنا جنود مجندين وراء جلاله الملك محمد السادس نصره الله، والله يشافيه، والصحراء مغربيه. والسلام عليكم ورحمه الله.